مخاطر صحية تتعرض لها النساء اللاتي يهتممن بتجميل أظافرهن كل بضعة أسابيع. أوجد لها خبراء التجميل حلولا تجنبها الإصابة بها. أولا، تجفيف طلاء الأظافر تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية قد يثير مخاطر من سرطان الجلد. الحل يكون بالتأكد من وضع طبقة من كريم واقي الشمس على اليد مدة 15 دقيقة قبل التوجه إلى صالون التجميل. ثانيا، بعض ملمعات الأظافر قد تحتوي على مواد كيميائية مسببة للسرطان. هذه المواد يرمز لها اختصارا PHA، والحل في منتهى البساطة. قبل استخدام أي نوع من أنواع طلاء الأظافر يجب قراءة المكونات، فإذا كانت تشمل هذه المادة يجب انتقاء نوع آخر من الطلاء. ثالثا، من الممكن التعرض لمخاطر صحية في حال تجميل الأظافر عند فني غير ماهر، ما قد يسبب ضررا في الأعصاب عند التعامل مع الأظافر. الحل بالذهاب إلى فني موثوق عالي الخبرة وتجنب العمال غير المهرة. رابعا وأخيرا، من المحتمل أن يزيد طلاء الأظافر من مخاطر انتقال بعض الأمراض مثل فيروس التهاب وبائي من نوع بي. الحل في هذا يأتي بالتأكد من تنظيف معدات الصالون بعد كل استخدام، ويفضل تخصيص حقيبة أدوات تجميل الأظافر والاهتمام بنظافتها.